السعودي يقطع اليابان من الشمال للجنوب على دراجة، والجمع ما بين العمل والدراسة في فقرة نقاش هذه الليلة من ياهلا بالشباب. وعماد القيد ينقل لنا آخر المستجدات في عالم الجيمينج بالإضافة إلى فقراتنا الثابتة. يا أهلا. يا اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين، حياكم الله من جديد. اتشرف اني اقدم هذه الحلقه من برنامج يا هلا بالشباب، كل خميس ان شاء الله اشوفكم فيه. تقدرون تشاركونا على هاشتاج يا هلا اندرسكور بالشباب او على حسابي في تويتر @باسل اندرسكور تيتش. عمر العمير تحدى العوامل الجغرافيه والمناخيه على دراجه، انجاز عالمي ما هو مره سهل. ضيف فقرتنا الليله هو عمر العمير. خلونا نتابع قبل ما نبدا الفقره هذا التقرير ونرجع لكم. يلا. أن تشق طريقك ولوحدك قاطعا آلاف الكيلومترات وسلاحك عزيمة تهد الجبال ودراجة، قد يكون الأمر صعبا لكنه ليس بالمستحيل. عمر العمير شاب سعودي رحالة ذا طموح عالٍ، فلا المصاعب تضنيه ولا العقبات تتعبه، ورحلته التي شق فيها اليابان من الشمال إلى الجنوب على متن دراجته خير برهان. أغلب الطرق فوق الجبل قاعد تطلع. في أحد يقدر ينام في كل ليلة في مكان، كل يوم زي الثاني. رحلة امتدت إلى أكثر من 3152 كيلومتراً لم تكن سهلة، فتعامل مع كل المشكلات التي طرأت عليه، فأن تتعطل دراجتك أو هاتفك المحمول لن يشكل ذلك إزعاجاً، لكن إن كنت في رحلة ولوحدك فذلك الأمر لن يكون بالسهولة التي تعتقد. وثق عمر هذه الرحلة ورفعها على يوتيوب بكل تفاصيلها والأماكن التي مر عليها، فمرة يقطع نهراً وأخرى يتوغل داخل غابة. رحلة وصفها عمر بأنها غيرت حياته وأكسبته خبرة غيرت مفهومه ونظره للأشياء والمواقف. فيا هلا بالرحالة عمر العمير، فيا هلا بالشباب. من بداية الموسم هذه إحدى أسعد الفقرات اللي أقدمها بصراحة، لأنه في ضيف يحسسك بالإيجابية، في ضيف يحسسك بتحدي، بمغامرة، بحاجة مرة كويسة. أهلا وسهلا عمر. هلا حياك الله. حياك الله عمر العمير. 38 يوم، 3152 متر، هذه أشياء أرقام مرتبطة بعمر العمير، صارت قد تكون تحدي جديد له ما أدري. خلنا نتكلم وتكلم بشكل عام أنت عن تجربتك في اليابان. شيء كثير حصل لي. يعني الرحلة هذه تعتبر غيرت حياتي، غيرت مفهومي لنظرتي للأشياء، عرفتني على نفسي أكثر. فرحلة زي هذه أقطعها في بلد ثاني ما أعرفه إلا شغلات بسيطة من النت، يعني مختلف لما تقعد تعيشها صدق وتكون لوحدك، يعني هذه كان شيء مو بسيط بالنسبة لي صراحة. طيب بداية الفكرة من وين جت؟ الفكرة بدايتها طبعا مثل أي شاب، يعني في البداية أنت تحب الجيمز، تحب الأنيميشن، كبرت وأنت تشوف الأشياء هذه، فصار عندك شغلة كذا لليابان تتعلق، يعني تشدك لجهة اليابان. فزرت اليابان عام 2010 وعجبتني، بس ما كانت مرضية. بعد ما رجعت من اليابان بدت شيء متعلق في اليابان بالنسبة لي. وطبعا أنا دراج هنا، في من ضمن مجموعة اسمها مجموعة دراجتي،
نطلع ونسوي جولات في الرياض وخارج الرياض، نسوي تنقل يعني داخل الرياض وخارج الرياض. بعدين عندي شغلتين يعني زي كذا، احب الدراجات وبطبيعتي انا احب الترحال، احب اسوي يعني احب اسافر احب كذا. بعدين جاء بالي ذاك اليوم انا جالس مع الوالده قاعد نتقهوى المغربيه اليابان دراجه، كملت الصوره يعني كملت السالفه عندي. فقلت معمر كيف الحال؟ ناوي اليابان ان شاء الله الدراجة وكذا. ف طبعا الوالده الله يعطيها العافيه من النوع اللي يشجع، فاول ما قالت لي توكل على الله بس صلاتين عندي لك، اللي هي صلاتك اذا جيت مكان اذن خليه يشهد لك يعني. فهذه كانت بالنسبه لي الاوكي. فخلاص بديت ارتب الرحله، وخلال شهرين ما درت الا ابادي الرحله يعني. شلون رتبت لها يعني؟ وش سويت؟ وش الترتيبات اللي سويتها؟ طبعا ترتيب الرحله، اول ما بديت يعني قعدت اناظر الرحاله اللي سووا رحلات ثانيه. بديت في السعوديه، فيه عندنا هنا مثلا زي فهد اليحيى رحاله سعودي، نظرت رحلاته وصديقه بالنسبه لي، فسويت نظرت رحلاته. وبعدين بديت على الاجانب، قعدت اناظر الناس اللي سووا رحلات في اليابان، تواصلت انا ويا رحاله كان قاطع الرحله قبل سنتين في اليابان، فتواصلت معه اخذت منه خرائط درستها كذا شوي. بعدين خلاص جهزت الخطه، جهزت كل شيء، باقي لي الحين الخطه الثانيه اللي يبدا مع السفير السعودي، يعني اراسل السفير السعودي. فكان عبد العزيز تركستاني السفير السعودي في اليابان يعني مشكور يعطيه العافيه. اي والله يعني هو اللي زي اللي يعني تبناني جد يعني. اول ما طلبت ايميله قلت ابغى اتواصل معك سعاده السفير بخصوص اليابان ودراجه وكذا، على طول يعني تجاوب معي. فبديت وقلت له عندي رحلتي كذا كذا كذا، فتجاوب معي على طول، انت مستعد بكذا، تحتاج كذا، وش تبغى كذا، فكل شيء اعطيته وكيت. وبعدين قال لي خلاص الله يحييك احنا جاهزين ننتظرك في اليابان. فما قصر، استقبلوني في السفاره، ومن هناك يعني طبعا هو يعني الاتحاد السعودي نفس الشيء، اول ما ارسلت خطاب الامير نواف امير الشباب يعني على طول كان جاهز، على طول قال اوكي سفر السعوديه جهزوا له اي شيء يبغاه. ومن هنا خلاص انا زي اللي في ناس معتمدين علي، في ناس يعني اعطوني الدافع اني اكمل. وبعدها وصلت اليابان، ومن هناك انطلقت للشمال على طول يعني. حلو، وصلت اليابان شلون بديت؟ اول ما وصلت اليابان صار في تنسيقات هنا في السفاره، و بحكم انه رحلتي شعارها الاسلام دين السلام، فالسفاره زودوني بالمساجد. قلت انا عشان خصوصا انه الرحله كذا راح امر في مساجد، فاتوقعت اليابان ما في الا مسجد واحد في طوكيو، بحكم انه اليابان ما اعرف شيء كثير عن الاسلام في اليابان. فلما طلعوا لي السفاره لسته بالمساجد، قالوا انت بتنطلق بالشمال خذ هذه لسته. بالنسبه لي كان يعني كان تحدي هنا، لانه انا اوريدي حاط الخطه، عارف طريقي، عارف الخط اللي بمشيه. فطلع عندي مساجد كثيره في الطريق، اضطريت انه زي ما عرض بالفيديو اللي رفعته، في اماكن كثيره مشيت في اوف رود واماكن كذا شوي بالنسبه لي، لانه هذه ما كانت من ضمن الخطه. فمن هنا بديت اليومين اللي قعدتها في السفاره هي اللي كانت المساجد درستها، اللي كان من الشمال للجنوب اللي على طريقي، وبعدين بدأت أغير طريقي شوي عشان أصلها، والحمد لله ضبط كل حاجة خلال يومين وقصينا التذكرة ومشيت. حلو، طيب أنت الآن رحت في الرحلة، وش في مصاعب واجهتك وأنت قاعد تمشي؟ طبعا خلال الرحلة يعني أول يوم وصلت، أول ما وصلت الشمال طبعا البرد كان بادي في الشمال، أنا كانت رحلتي المفترض أنها تكون في أول أكتوبر، بس لظروف معينة حركت في وسط أكتوبر. لما وصلت اليابان هناك، طبعا هذه من الشغلات اللي السفارة ساعدوني فيها، كانت أساس فكرتي كانت بنطلق من الجنوب للشمال، فقالوا لي ترى أنت جاي يعني الشمال ترى بيبدأ يبرد، نهاية رحلتك راح يكون فيه ثلج في الشمال، فورا ما تعكسها. قلت أوريدي الخط يعني واضح، فما عندي مشكلة. اول ما وصلت الشمال يعني حتى انه بالفيديو لو شايفين كنت كان نص كم يعني، طوكيو كانت دافيه كان الجو فيها عادي، اول ما نزلت الشمال الديره برد جامده. فمن هنا بدا الموضوع يعني يكون جدي يعني. اول ما وصلت خلاص راح اقصى منطقه في الشمال تبعد عن المطار، لان في حدود 35 كيلو،
حصل لي مشكلة أول شيء عندي اللاستك صار مفقوع بسبب أنه كان في هواء في الطيارة اللاستك نفسه. ما كنت مشرك كثير فضغط عليه الجنط فاضطريت أني أجلها ما أنطلق رحلتي تبدأ من اليوم هذا، قلت ببدأها من بكرة. فبديت من بكرة الصباح من أقصى منطقة في الشمال، هنا الجو بدأ يتغير، بدأ حتى لو الصورة حقتي ماسك العلم يلا مسكت العلم لأنه كان مرة هواء. فهنا بدا الجو، جت اول اعصار ضرب المنطقه تايفون. ثاني يوم هذا ثاني يوم ضرب المنطقه اعصار، هو ثاني يوم وصلت هناك بس ثاني اول يوم بديت فيه. فهنا بالنسبه لي يعني تعرف جو السعوديه يعني بردنا حتى صيفنا ما يعتبر شيء مقارب بالاشياء اللي هناك. صح. هناك ثلج، اول ما ضربني الاعصار على طول تغيرت الاجواء هناك، بس صورت في نقطه البدايه واول مكان لقيت سكنت فيه بنفس اليوم يعني كان بالليل الموضوع مرعب صراحة. المكان اللي أنا فيه ساكن، الهواء، الأمطار، الأخبار قاعد أناظرها، قاعد يطلعون على جزيرة هوكايدو أحمر إنه قاعد يضرب المنطقة أعصار. فبالنسبة لي هذه أنا ببدأ بكرة على الطريق ما أعرفه، حاجة جديدة عليك يعني. بالضبط يعني أنت سعودي يجينا أعصار زي كذا كان شيء يعني. طبعا جانا هنا قبل فترة جانا أمطار قوية بس ما كنت حاضرها، شغلة بالنسبة لي كانت جديدة يعني. فقاعد انظر كانت صراحه شغله مرعبه بالنسبه لي. الحمد لله ثاني يوم هدى الجو، لا زال ممطر بس الحمد لله هدى الجو. خلال رحلتي هذه طبعا اضطريت اني اغير الوضع لانه المنطقه بعد ما الاعصار هذا ضرب جاء نزل الثلج، فاسلم طريق امسك طريق الساحل لانه الساحل يكون ما ينزل فيه الثلج. اضطريت اني احرف طريقي لين وصلت منطقه جهه الساحل. هي طول الطريق عليك ولا زاد علي كيلوات؟ لا عموما جزيره هوكايدو طولها كلها 700 يعني تطلع بال 700 كيلو يعني كذا. فبالنسبه لي جزيره هوكايدو يعني انا ماخذها بالطول فما تفرق عني لو يعني احرف الطريق شوي. فهنا كان بالنسبه لي كاول اعصار وثلج في الطريق قاعد ينزل ثلج، والجبال قوام الجبال كانت كلها ثلج، فكنت خايف حتى على موضوع انه يعني في الخيمه انوم، لانه شغلي كله كان انا ما يعني ما حاولت قدر المستطاع انه نومي كله يكون في خيمتي، يعني ابغى يعني شيء كذا شغله شخصيه، ابغى نومتي في خيمتي، اغراضي معي، ما ابغى اعتمد على السكن والفنادق وهناك موجوده اشياء كثيره. فكنت ابغى اعتمد على الشيء ذا، وكنت خايف انه يصير ثلج يعني مره في البرد يعني تعرف بالليل راح طيب راح يضرني. نعم. بعدين يعني انت وانت ماشي وانت رايح كيف تعرف انه من هنا في حاجه، من هنا في لازم الف يمين من هنا عشان تبقى بطريقك؟ طبعا عندي معي كان معي جي بي اس ومعي الجوال الجوجل ماب وخرائط، كانت خرائط نفس المنطقه زي حقت السياح وكذا، فكنت معتمد عليها. الجي بي اس اذا يعني بعض الاحيان علق او طفى كنت اعتمد على الايفون الجوال اللي معي، والجوال اللي معي كان بعض الاحيان الشركه اللي انا مطلع منها شريحه كانت مو مغطيه المكان، ف إذا صرت في أماكن جبلية ما تشتغل الأبراج، فكنت يعني أعتمد على شغلات كذا. عموما أصير أنا عارف الوجهة حقتي، أنا عارف إني بروح للمدينة الفلانية. فالجميل هناك في اليابان اللوحات مكتوب بالياباني، لوحات الطريق العامة يعني غير كذا مكتوب بالإنجليزي، غير كذا مو مكتوب كلش بالياباني. فكنت أركز يعني على اسم المنطقة اللي أنا رايح لها في حال إنه ما قدرت يعني أتابع بالجي بي إس والجوال لين أصل المنطقة هذيك، بعدين أصل أبراج وأصل كذا وأكمل. طيب تعامل اليابانيين معك كيف شفته، كويس سيء غريب؟ اليابانيين صراحه يعني انا اعرف ان اليابانيين شعب خجول شوي، اغلب الناس يتوقع انه بسبب خجلهم انه شيء صعبين يعني. فالحقيقه انا كان الهدف في رحلتي اني اتواصل مع اكثر عدد ممكن، ابغى اتواصل مع الشعب الياباني لانه ابغى رحلتي يكون فيها قصص، ما ابغى اني بس مركز على دراجتي وقاعد اقطع مسافه، ابغى اتكلم مع الناس، ابغى اتعلم. انا ما اعرف ياباني الا كلمات بسيطه يعني حتى ما تفيد يعني ما تفيد بشيء، بس حقت كذا كلمات تسمعها. فخلال رحلتي كنت اذا مريت من عند احد على طول احييهم كونيتشوا واتبسم، فكان يجيني رد، كانوا يعني على طول يردون كذا كونيتشوا تقريبا مسافة شمات هذه زي اللي مرحبا يعني. فكنت في بداية الرحلة ما قدرت اتواصل مع احد يعني، لما احيي لما اتبسم حتى انا نفسي كنت شوي كذا زي اللي خجول شوي يعني شلون بتفاهم معهم، اخاف احد يكلمني، بعض الاحيان يجيني لو يكلمني ايش بقول. لكن بعد ما قطعت لي تقريبا 3 إلى 4 ليالي تغير الموضوع عندي. في البدايه كنت احس نفسي غريب وانا في اليابان، لكن بعد 5 ليالي بديت احس اني خلاص انا عرفت الديره، عرفت الناس، صرت اشوف صرت اسمع ياباني، صرت حسيت اني خلاص صرت واحد يعني انا من المكان هذا، انا والمكان هذا صرنا واحد.
فمن هنا اندمجت في البيئة. سام اقول اندمجت في البيئة بالضبط بالضبط. حلو. فهنا من هنا خلاص تغير الموضوع معي، صرت وانا امشي قاعد اتبسم للناس واضحك لهم واحييهم، طبعا الحقول اللي تمر عليها الضياعين، اذا وقفت عند مكان بشتري منه شيء اتكلم معهم احاول اخذ واعطي معهم، وبطبيعه الحال هم شعب مره خجول يعني ما يحط عينه بعينك يعني على طول تلقاه كذا، فاحاول اني ادخل معهم، فاذا تكلمت معه كلمتين قال لي انت من وين يعني، فهذا يصير مدخل بالنسبه لي، واقعد اسولف من السعوديه طبعا تقول لهم بالياباني تقول سوجي ارابيا، ف سعودي عربيا، فيصير يعني مش جايبك هنا، بعدين اتكلم انه انا والله جايبك طالع البلد. اوكي كيف تتكلم هنا الفكره؟ طبعا زي ما قلت لك كلمات يعني مثلا اقول تو زي هوكايدو، اجيب لك الجزيره فهمت نطقها هوكايدو كيوشو ديدينشا، واشرح بديني فهمت هاي الشغلات كذا، اقول مثلا من هوكايدو الى كيوشو الجزيره هذه للجزيره هذه ديدينشا، حتى ديدينشا دراجه وانطقها غلط انا فيعدلونها لي يعني، بس انه مجرد انه يشوفونك قاعد تقول كلمات يابانيه، وطبعا اقول لهم انا اعتذر اقول بالياباني اقول سيماسي، فيقولوا لي لا عادي خذ راحك ادام قاعد تحاول، يحسون في انك قاعد تحاول تتعلم معهم فيساعدونك، فاغلبهم يبدا ينطلق من هنا يسولف معي، وبعدين تبدا الاشياء يعني كل مرة أتكلم مع واحد أصير أختصر الطريق في أني أتكلم مع الثاني، فمن بالطريقة هذه قدرت أتواصل مع ناس كثير وصار قصص كثيرة مع يابانيين كثير، يعني بالنسبة لي أنا الشعب الياباني ما راح أنسى أبد يعني كيف أنه كريم وشعب يعني مرة يعني حنون صراحة. حلو، كيف كنت تأكل وش تأكل؟ طبعا الأكل زي ما تعرف يعني لكن الموضوع صعب صراحة، بس أسلم طريق لك اللي هو السمك، هو اليابان ديرة سمك يعني، فكان موضوعي كله يا أنك تأكل شغلات خضار أو أنك تعطيها بذا السمك، تونة مر البقالات مليانة تونة، فكانت تونة هي اللي عزبتي يعني، إلا إذا أنه بزين شيء أنا في الشغلات اللي تأخذها كذا وتطبخها سريع سريع مثل الأندومي والشغلات هذه، دور السيفود وتبدأ تشتغل عليها، فكان هذا أكلي والسلطات يعني تقدر تقول أكلي كان صحي 100%، ف يعني هذا أكلي بشكل عام يعني. حلو، من ناحية ثانية أنت هناك يعني رايح اليابان عشان عندك هدف معين. نعم. هل في بعض الناس يقولون يعني إنه هدف عمر الشهرة، هدف عمر بس ما له هدف، وهذا دليل إنه ينزل على تويتر، يعني أشوف أحيانا بعض الردود وكذا إنه يعني وش؟ والله شوف عشان أكون صادق أنا زي ما قلت لك إحنا مجموعة اسمها مجموعة دراجتي، بدينا هنا في الرياض شباب من كل مكان، كل واحد يشتري دراجة ونجتمع، بداها واحد اللي هو عبد الله الرثلان، واليوم صار عددنا اكثر من 1000 وزياده على مستوى المملكه، حتى منتشرين على مستوى الخليج ان شاء الله ما شاء الله، وامريكا واليابان، هي مجموعه في اليابان بيسمون نفسهم دراجتي باخذوا الاسم، اقصد انه عشان شوف انا واحد من المجموعه اللي بدينا من البدايه يعني تعبنا صراحه عشان ننشر الثقافه، ثقافه الدراجات عند الناس، تحرك وركب دراجه متعه، الرياض والله جميله، المملكه جميله لما تدور فيها بدراجتك، فعشان من الشغلات اللي بالنسبه لي انا ابغى اسوي رحله، وصراحه اخذتها طريق انه ليش ما اسوي ذي الرحله وتكون دعايه لمجموعه دراجتي، يعني دعايه لنا احنا الشباب، للشباب اللي قاعد يكافحون يمشون كل يوم يوزعون بروشرات ويقولوا الناس تعالوا مارسوا الرياضه هذه وكذا، فالحمد لله بالنسبه لي انا اشوف انه هذا كان طريق يعني افضل اني انشر ثقافه الدراجات في المملكه والخليج عموما يعني، فلانه احنا المملكه والخليج واحد، ف هذا كان الهدف يعني. وش كان في اشياء معينه تحتاجها رحلتك يعني اكل معين او يعني قطع غيار ادوات شيء؟ طبعا العده تكون اللي مجهزها انت، الاشياء اللي انت يعني لما تقعد تجهز السفره زي هذه انت بتحاول تعتمد على نفسك اكثر باكثر شكل، اساس ما تعتمد على المحلات لانه انت ما تعرف البلد هذه وش ممكن توفر لك، في اشياء تكون خاصه في نوع دراجتك، ف من هنا وانا قاعد اناظر الرحال اللي سووا رحلات سواء في اليابان او برا اليابان، اليابان كانت دوله مره مناسبه بحكم انها متطوره البلد، ف
اشياء كثيره بتحصلها يعني مهما طال عليك مشوار كذا. هذا كان يعني كان باعتقادي، مع اني كنت مهتم انه اشياء كلها تكون معي، عدتي في حال لو خربت الدراجه لا يقدر ازينها، شو اسمه يا الله، بالنسبه للساتك، بالنسبه انه يكون في الكفر حقي يكون فيه لاينر بين الكفر وبين اللاستك عشان اي شيء حاد ما يفقع الكفر سريع سريع. فكنت مستعد صراحه بالاشياء هذه. فالحمد لله في اليابان يعني ما واجهت اي شيء الا يعني شغلات غصب عني، يعني العده كانت معي شوي كثيره وانا حاطها، استعدادي كان شوي مهتم فيه بزياده، فكانت العده معي كثيره. من الاشياء اللي يعني واجهتني انه الجلاس اللي احط عليه الشنط حقتي بحكم انه ثقيل شوي يتحمل الوزن، لكن الطريق يعتمد بعض الاحيان تطلع اوف رود، تطلع تنزل على رصيف، تنزل يجيك مطبات، يجيك شيء، فالوزن هذا بعض الاحيان يصل مرحله فهذا اللي حصل معي، الجلاس اللي معي الخلف انكسر عليه مرتين في الرحله هذه. فهذا كان يعني من الاشياء اللي طبعا هذا شيء غصب يعني ما يحتاج استعداد، لما ينكسر عليك الجلاس تضطر انك تروح المحل يغير لك او ينقطع عليك جنزير مثل ما حصل لي. جنزير انا مكملي وانا اركب الدراجات واعرف شباب كثير ما قد انقطع جنزير، ف يعني صادفت انه شغلات غصب تصير عليك. حلو، طيب بعد الرحله هل نقص وزنك؟ هل كان في شده رجولك؟ اي طبعا طبعا. بالنسبه لي انا كان وزني تقريبا 79 80، يعني وزني كذا يلعب 79 80، يعني نهايه رحلتي كانت 70، يعني وزني انتهى 10 كيلو سلام سلام هذه. ف يعني بالنسبه لي فرق، انا وانا في الرحله هذه قاعد ما ادري انه وزنك قاعد ينزل، انت حتى جسمي ما كنت اشوفه كثير بحكم انه الجو كان مره بارد، ف ما تشوف التغيير انت. فلما كنت اتراسل ارسل لامي واطمنها علي وكذا واكلمها، انت ما تاكل، انت ما تاكل، شوف يعني شوف جسمك متغير وكذا، وانا كل مره اناظر في المرايه جسمي هذا ما تغير شيء، يعني وش قاعد يقولون ذولا؟ لين اخر شيء مرات لقيت لي ميزان كذا، بعدين نظرت ولا الوزن وزني ناقص مره. فكان هذه من الشغلات اللي، وخصوصا الاكل، يعني اللي انا كنت اكله كان يعني تقدر تقول اكل غير الرياضه اللي تمارسها، لانه انا اركب الدراجه من 5 الصباح 6 بالكثير الى تغرب الشمس، كانت يعني رحلتي في النهار، كنت يعني امسك الطريق في النهار، الا بعض الاحيان اصادف غصب اني لما اكون في مدينه او اكون في منطقه ما تصلح النوم اضطر اني امشي بالليل، ولا كان تركيزي على القياده والدراجه فقط في النهار. حلو، وش في اشياء مغامرات خضراء صارت لك؟ خطرة، هو شوف هو صراحة واحد من المواقف اللي مرة يعني دخلني في وسوسة صراحة. كنت بصلي المنطقة هذه عشان أصلها قدامي طريقين، واحد إني أمسك الطريق طويل أو إني أمسك طريق الجبل. ف يعني بالنسبة لي كان النهار في أوله، أنا ما أحاول قدر المستطاع إني أتجنب أشياء خطرة، ما الواحد ما يبغى يجازف في الوضع، يعني لازم الواحد يحتاط. بس إني كنت أنا في الصباح بدري، ف يعني مهما دخلت اي غابه او دخلت اي جبل معتمد على النهار طويل يمديني ان شاء الله اعديه. فكان هذا موضوعي انه جيت الجبل هذا، المسافه عشان اعدي الجبل كانت 5 كيلو، 5 كيلو شوي. ف اول ما بديت تطلع الجبل طبعا طلوع كنت على الدراجه، لين وصلت مرحله ما عاد اقدر اكمل على الدراجه، اضطريت اني انزل من الدراجه وادفها. وانا قاعد ادف في الدراجه وقاعد اتعب صراحه، وبعدين لين وصلت مرحله خلاص تقريبا قطعت نص المسافه، بعدين قدامي شفت لوحه، شفت اللوحه المرسوم عليها دوب وكتابه حمراء. اوه فهنا طبيعي تشوف دوب وكتابه حمراء، احمر خطر يعني منتهي الموضوع، بس وش مكتوب هنا؟ قاعد اسلق نفسي انه هل هي حديقه حيوان قدام في دب منحاش، يعني شو السالفه؟ فقلت توكل على الله وامشي، يعني ما بكمل طريق ما راح ارجع، ما بقى الا كيلوين شوي ان شاء الله سهيل. فخلال الكيلوين هذه كانت الحقيقه كانت كيلوين طويله، لانه وانا امشي في الغابه طبعا ما كان في سياره تمر في اليوم هذا، ما مرت علي ولا سياره، تتكلم عن 3 ساعات تقريبا لساعتين ونص، ما مر احد لا سياره، ما حتى سمعت اي صوت حتى طياره، كان بس صوت العصافير والمطر ينقط على الشجر. يعني تروح فيها من جد يعني بيستفرد فيني. ف خلال ذا الوقت كله وانا اتسمع اصوات الشجر، فهمت سمعت الشجر كذا عضلت بدل. ها هذا هو قرب جلمي شم ريحتي، فيني ريحه فيني شيء. فكانت تقريبا هذه كيلوين اصعب كيلوين بالنسبه لي، لين عديت الجبال وقلت يا الله الحقني الحين ابدا احذر ما علي منك. فهذا كان اصعب موقف صراحه مر علي. طب عطني موقف طريف مضحك، عطني حاجه زي كذا. موقف طريف
موقف طريف عندي. هو مو من كثر طريف كثر ما هو يعني لو فكرت فيها. واحدة كبيرة في السن كذا قابلتني في الطريق، أشرت لي كذا ونمار، حكتني تتكلم ياباني، قلت لها لا ما أعرف، فبدأت تتكلم، قامت تحكي 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 تحكي، ألقط كلمة 25 كلمة ما أدري إيش تقول. بدري ايش ولدي معه دراجه ناريه، وقامت تتكلم عن الانجن الماكينه وما اعرف ايش، وانا ايش تبي بي. بعدين حسيتها يعني كان كلامها تحس انه فيه في نوع من الحنيه، او في نوع من تغير النبره كذا. فكنت مشغل الكاميرا وشغلتها، بعدين طلعت فلوس وكذا وجت بتعطيني اياها، تحسبني الحين قاعد اشحد، انا مش قلت لها الحين. فكان موضوع عندي يعني قالت خذ الفلوس هذه، قلت انا ليش عشان ايش؟ قالت لا هذه لازم تاخذ الفلوس دي، هذه الفلوس تاخذها لانه انا ولدي في ناس ساعدوه في الطريق وكذا. وش كان ولدها؟ شو فيه؟ ولدها سوى رحله نفس رحلتي، بس سواها على دباب مو على دراجه، نفس رحلتي. فحصل لها اشياء كثيره في الطريق، فكانت تسالني هي من ضمن الاسئله تقول انت الناس كيف كانوا معك؟ يعني هل كانوا كويسين طيبين معك؟ فقلت لها نعم كلهم كانوا كويسين صراحة. فقالت لي نفس الكلام وابني نفس اللي حصل، الناس مرة طيبين يا ساشي وكذا، الكلمات هذه إنه حنونين وكذا. فقلت أنا أوكي. بعدين طلعت فلوس إنه الناس اللي ساعد ولدي هذه أنا ما أقدر أساعدهم، لكن أنا بساعدك. فأنا قاعد أقولها معي وكاني معي فلوس وكذا. قالت لا تأخذ، أنا متحاول فيني تحاول فيني، وأنا وياها يعني كان الموقف شوي اللي الناس اللي تمر يناظرون ايش قاعدة تسوي ذي في ذا يعني، وتحاول تدخل فلوس، جت لمي تحط فلوس من هنا. فأقصد إنه كان هذا موقف شوي على كثر ما هو كان فيه يعني كان مؤثر بالنسبة لي، لأنه كان يعني في بدايته كان يعتبر طريف. كلمة أخيرة. كلمة أخيرة والله بالنسبة للرحلة هذه صراحة يعني غيرت كثير في حياتي. أتمنى إنه أشوف رحالة كثير نفس سوى نفس اللي سويته. أنا عندي ناس كثير في المجموعة الحقيقة أبطال، ودي أسمع مغامراتهم يعني. مثل ما نزلت الفيلم هذا أتمنى إن شاء الله في القريب العاجل سواء في السعودية في الخليج، أبغى أشوف الشباب إن شاء الله تكون دافع لهم مغامرتي هذه، إني أشوف مغامرات لهم بإذن الله. الله يوفقك إن شاء الله. يعطيك العافية. آمين. الله يجزاك خير. شكرا لك. كان ضيفنا في الفقرة الأستاذ عمر العمير الرحالة والدراج السعودي. فاصل قصير راجعين لكم.